السلام عليكم، سيتو جل معكم عمو جمال درويش العراقي. اليوم الحد 12 ابريل 2020 من مدينة عين ليلى. هذا بتي ميساج بوخي برك جماعة اللي رام من الناس اللي ندير على الحجرة هذيك راهي لاباس محترمة الحمد لله، الناس اللي تحترم قليل إلا قليل، قليل من السيارات وقليل من العباد الناس تخرج تقضي كذا. المهم جماعة رانا في أيامات الأخرين تاع الكورونا هذي، الإنسان يزيد يبقى يقاوم وإن شاء الله رانا ناجحين. السلام عليكم.